ثم إن زين العابدين عليه السلام أومأ إلى الناس أن اسكتوا فسكتوا، فقام قائما فحمد الله وأثنى عليه وذكر النبي صلى الله عليه وآله، ثم صلى عليه وقال: أيها الناس، من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني أنبأته بحسبي ونسبي، أنا علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام، أنا ابن من انتهكت حرمته، وسلبت نعمته، وانتهب ماله، وسبي عياله، أنا ابن المذبوح بشط الفرات، من غير ذبح ولا ترات، أنا ابن من قتل صبرا وكفى بذلك فخرا. أيها الناس، ناشدتكم الله، هل تعلمون أنكم كتبتم إلى أبي وخدعتموه وأعطيتموه من أنفسكم العهد والميثاق والبيع وقاتلتموه، فتبا لكم وسوءة لرأيكم، بأية عين تنظرون إلى رسول الله صلى الله عليه وآله إذ يقول لكم: قتلتم عترتي وانتهكتم حرمتي فلستم من أمتي؟ فضج الناس بالبكاء والنحيب، وقال بعضهم لبعض: هلكتم وما تعلمون. فقال عليه السلام: رحم الله امرئ عرف نصيحتي وحفظ وصيتي في الله وفي رسوله وآل بيته، فإن لنا في رسول الله صلى الله عليه وآله أسوة حسنة. فقالوا بأجمعهم: نحن كلنا يا ابن رسول الله سامعون مطيعون حافظون لذمامك، غير زاهدين فيك ولا راغبين عنك، فمرنا بأمرك يرحمك الله، فإنا حرب لحربك وسلم لسلمك، لنأخذن يزيد ونبرى من وممن ظلمك وظلمنا. فقال عليه السلام: هيهات هيهات، أيتها الغدرة المكرة، حيل بينكم وبين شهوات أنفسكم، أتريدون أن تأتوا إلي كما أتيتم إلى أبي من قبل؟ كلا ورب الراقصات، فإن الجرح لما يندمل، قتل أبي صلوات الله عليه بالأمس وآل بيته معه، ولم ينسني ثكل رسول الله وثكل أبي وبني أبي، وجده والله بين لهاتي، ومرارته بين حناجري، وحلقي وغصصه تجري في فراش صدري، ومسألتي أن تكونوا لا لنا ولا علينا. ثم قال: لا غر، وإن قتل الحسين فشيخه قد كان خيرا من حسين وأكرم، فلا تفرحوا يا آل كوفة، بالذي أصيب حسين كان ذلك أعظم. قتيل بشط النار، روحي فداؤه، جزاء الذي أرداه نار جهنم. ثم قال عليه السلام: رضينا منكم رأسا برأس، فلا لنا ولا علينا.